ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. ميت في مقصورة القيادة. لما تخرج الشاب عبد الحميد الصبار من مدرسة الطيارين في بريطانيا كان بإمكانه أن يعمل في كبريات شركات الطيران في الخليج. فوالده الإماراتي رجل أعمال مرموق، وكان مساهما في واحدة من أكبر شركات النقل الجوي، غير أن والدته المغربية والمطلقة من والده كانت تلح عليه للعمل مع شركة طيران في المغرب حتى يكون أقرب منها. وما كان للشاب عبد الحميد أن يرفض لوالدته طلبا، كان تكوينه وتفوقه في دراسته يتيح له فرصة العمل مع شركة الخطوط الجوية الأكبر في المغرب. صار قائدا لأحدث طائرة اقتنتها الشركة. ليلة 30 من شتنبر من العام 10 و2000 أقلع القائد عبد الحميد الصبار بطائرته من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. كانت رحلة قاصدة نيويورك، وكان ضمن طاقم الطائرة مضيفة شدت منذ فترة انتباه القائد عبد الحميد. كانت شابة لم تكمل عقدها الثالث، جميلة تنزع في هندامها إلى الاحتشام، وإلى ذلك كانت لبقة ومهذبة. علم عبد الحميد وقد سأل عنها قبل بضعة أسابيع أنها من عائلة عريقة من الرباط. إلى هذه الصورة الإيجابية جدا التي كونها القائد عبد الحميد حول المضيفة حنان المسعودي، فإنه لاحظ أنها تقيم علاقة ما بمساعده الأول أحمد رضواني. كان يسري بين أفراد الطاقم حديث خافت حول قرب زواج حنان بأحمد، ومع ذلك فإن القائد عبد الحميد كان قد حسم قراره، هو يريد أن يفاتحها في موضوع الارتباط بها. حلقت الطائرة 7 ساعات وحطت في نيويورك. توجه أفراد الطاقم إلى الفندق، وكان القائد الطيار عبد الحميد الصبار يقيم في فندق آخر. ما أن استقر في غرفته حتى هاتف المضيف حنان المسعودي، قال لها إنه يدعوها إلى العشاء في مطعم كذا، وكان مطعما فاخرا معروفا. لم تتردد الشابة في قبول دعوة القائد، فالرجل عدا أنه رئيسها كان يحظى بتقدير الجميع لتواضعه وحسن أخلاقه. ارتدت أفضل ملابسها ثم التحقت به. جلس حول طاولة تم تحضيرها بعناية. كانت الأضواء خافتة تزيد المكان هدوءا وتضفي عليه رومانسية. أثناء العشاء أفضى القائد لحنان بما يحس به تجاهها. أنهى حديثه بأن عرض عليها الزواج. كان العرض يبقي لها الاختيار بين الاستمرار في عملها كمضيفة طيران أو أن تختار البقاء في البيت على أن يخصص لها دخلا شهريا يزيد عن الأجر الذي تتلقاه من شركة الطيران. صمتت المضيفة الشابة، صمتت لدقائق بدت لعبد الحميد دهرا. أطرقت تفكر حتى حسبها أنها ستعلن رفضها عرضه. قالت له إنها على أبواب الارتباط بالطيار المساعد أحمد رضواني، وإن الأمر رهين بإتمامه الطلاق من زوجته الأولى أم ولديها. إذ ذاك تدخل عبد الحميد، قال لها إن زواجها من رضواني سيجعلها في كل الأحوال زوجة ثانية، أما بالنسبة لولديه فستكون أبدا زوجة الأب، تلك التي سرقت من أمهما زوجها. بدا كلام عبد الحميد مقنعا. صمتت حنان دقائق أخرى ثم قالت إنها بحاجة إلى بعض الوقت حتى تنهي علاقتها برضواني. كان العرض الذي تقدم به عبد الحميد لا يقاوم، فالرجل شاب ومتألق في ميدانه، فضلا عن أنه ميسور الحال إذ كان والده قد جعل له أسهما هامة في شركة طيران خليجية. في ساعة متأخرة من الليل رافقها إلى الفندق. لما توقف التاكسي الذي أقلهما حرص على أن ينزل ويودعها بباب الفندق. وضع قبلة على جبينها ثم ركب سيارة الأجرة. لم ينتبه إلى أن عددا من أفراد الطاقم ومنهم أحمد رضواني كانوا في بهو الفندق. لما دخلت حنان فاجأها أحمد رضواني وهو يصرخ في وجهها يتهمها بالخيانة ويصفها بالعاهرة. لم تتقبل حنان أن تهان أمام زملائها وزميلاتها، ثم إنها لم تقترن به رسميا بعد، وفي كل الأحوال لا يحق له أن يعنفها.
ردت عليه بأنها اتفقت مع القائد عبد الحميد على الزواج، وإنها قررت أن تضع حدا لعلاقتهما. كان لكلامها مفعول صب الزيت على النار، ازداد هيجانا وصار يصرخ ويهدد بأنه سوف يقضي عليها وعليها قبل أن يحقق ما يسعيان إليه. تدخل بعض أفراد الطاقم وعملوا على تهدئة الأجواء. بعد دقائق خرج أحمد، قال إنه يريد أن يستنشق الهواء. مضى حتى نهاية الشارع وقد تبعه أحدهم، رآه يركب سيارة أجرة، بادر هو الآخر بركوب سيارة أجرة أخرى ومضى في أثره. كانت وجهته الحي الصيني الشهير في نيويورك. كان المضيف الذي تبعه يخشى أن يسبب رضوان تأخيرا في رحلة العودة إلى الدار البيضاء، وكانت مبرمجة لعصر الغد. نزل رضوان من التاكسي ثم نزل المضيف، شاهده وهو يدخل محل تاجر صيني متخصص في بيع الأعشاب والمبيدات الحشرية. بقي يراقبه من بعيد. طلب رضوان من التاجر الصيني سما يمكنه من التخلص من الخنازير التي قال إنها تأتي إلى حقول عائلته فتفسد نبتها وزرعها. مده التاجر بكيس بلاستيكي صغير، قال له إن المسحوق الذي بداخله يمكن أن يقتل قطيعا من الخنازير بعد أن يمزج بالماء. خرج رضوان وبينما كان يريد سيارة أجرة صادف المضيف الذي كان يتبع خطواته. في الحقيقة افتعل المضيف تلك الصدفة، توقفت سيارة أجرة صفراء وأقلتهما إلى الفندق. خلال المسار ظل المضيف يهدئ رضوان، لم يسأله عما كان يفعله في محل العشاب الصيني. كان يحسب أن رضوان ذهب لشراء مخدر للاستعمال الشخصي. لما وصل إلى الفندق مضى كل واحد منهما إلى غرفته. في الصباح التقى أفراد الطاقم في مطعم الفندق لتناول وجبة الفطور، وقد استغرب الجميع الانشراح الذي كان يبدو على أحمد رضواني. كانت ابتسامته ولطف حديثه يناقضان تماما حالة الهيجان التي كان عليها الليلة الماضية. أكثر من ذلك، حرص الرجل على أن يبدي أسفه على الذي حدث تلك الليلة، وأمام الجميع اعتذر لحنان. مضى كل واحد إلى قضاء مآرب له. كان الموعد الواحد زوالا في الفندق للتوجه إلى المطار. هناك التقى الطاقم بالقائد عبد الحميد الصبار. لم يكن قد علم بالذي حدث بعد أن ودع حنان في باب الفندق. صعد الجميع إلى الطائرة، أخذ كل واحد مكانه، ثم بدأ استقبال الركاب. في مقصورة القيادة جلس القائد عبد الحميد وإلى يساره مساعده أحمد رضواني. تم تشغيل المحركات وضبط أجهزة الملاحة. بعد نحو نصف ساعة كانت الطائرة مستعدة للإقلاع. صدح صوت المضيفة: القائد عبد الحميد الصبار يرحب بكم على متن هذه الرحلة المتوجهة إلى الدار البيضاء. بعد 7 ساعات من الطيران سنصل بحول الله إلى مطار محمد الخامس. المرجو من السادة المسافرين ربط أحزمة السلامة. كثير من المسافرين يحفظون عن ظهر قلب تلك التعليمات والعبارات التي ترددها مضيفات الطيران والمضيفون في كل رحلة. تختلف اللغة ولكنها التعليمات ذاتها. أقلعت الطائرة. بعد ساعة من التحليق باشر الطاقم توزيع بعض المرطبات. كانت حنان المسعودي تتولى خدمة زبناء الدرجة الأولى والقائد ومساعدة. كانت تعلم كما تعلم مضيفات أخريات أن القائد عبد الحميد الصبار كان يحب ألا يتناول إلا ما يأتي به من منزله من عصائر وحلويات. كان كثيرا ما يشيد بعصير الكركديل الذي كانت تعده له والدته. أخذت حنان قنينة عصير القائد من الثلاجة وناولته كأسا، ثم وضعت القنينة جانبا. كان الجو هادئا ولم تعاني الرحلة من أي اضطراب. بعد 4 ساعات من الطيران حان موعد تقديم وجبة العشاء. مر كل شيء بسلام. تناول القائد عبد الحميد فطائرة أعدتها له والدته. كانت الطائرة تقترب من الساحل الأطلسي للمغرب. بدأ الطاقم اتصالاته ببرج المراقبة في مطار محمد الخامس. وفجأة قال القائد عبد الحميد إنه يحس بدوار شديد وألم رهيب في معدته. لم يلبث أن فقد الوعي. اتصل مساعده أحمد رضواني ببرج المراقبة في مطار محمد الخامس، أبلغ عن الذي حدث. جاءته التعليمات تأمره بأن يقفل باب مقصورة القيادة وأن يحرص على أن لا يعلم أحد بما حدث. تباعا تلقى توجيهات مكنت من إنزال الطائرة بسلام في المطار. توقفت الطائرة في مدرج جانبي، كانت سيارة إسعاف في الانتظار.
صعد طبيب إلى مقصورة القيادة. كان القائد عبد الحميد الصبار قد فارق الحياة منذ أكثر من ساعتين. بدأ المسافرون يغادرون الطائرة بينما أمر أفراد الطاقم بالبقاء على متنها. حضر نائب وكيل الملك وعميد الشرطة بالمطار. قام فريق من الشرطة العلمية بجمع الأواني وما بقي من الطعام الذي تم تقديمه في مقصورة القيادة. أيضا تم تجميع كل ما استعمله المسافرون. نقلت جثة قائد الطائرة إلى مستودع الأموات. أسرع الطبيب الشرعي باستخراج ما في معدة الهالك. سريعا تم تحليل المحتوى، كانت به آثار سم شديد المفعول. استمع المحققون إلى كل أفراد الطاقم، وقام مساعد قائد الرحلة أحمد رضواني بتقديم عرض مفصل عن الرحلة. جاءت أقوال آخرين من أفراد الطاقم خالية مما قد يأتي بإضافات، ولكن أحد المضيفين، ذلك الذي اتبع خطوات رضواني ليلة غضب وثار، نطق بما يشكل الحلقة المفقودة. حكى عن لحظات الغضب التي تملكت الليلة الماضية أحمد رضواني، وحكى عن تهديده بالتخلص من حنان ومن القائد الصبار معا. حكى أيضا عن تلك الزيارة الخاطفة التي قام بها رضواني إلى الحي الصيني في نيويورك. تم الاستماع إلى حنان التي في البداية تحاشت الحديث عن عشائها مع عبد الحميد في نيويورك، ولكنها اضطرت إلى كشف تفاصيل ذلك اللقاء، وجاء كلامها مكملا لشهادة المضيف الذي تتبع رضواني حتى وصل الحي الصيني. الزجاجة التي كانت تحتوي على بقايا عصير الكركديل الممزوج بالسم كانت تحمل بصمات الهالك، ولكن أيضا بصمات المضيف حنان المسعودي وبصمات مساعد الطيار أحمد رضواني. في جملة ما حجزه المحققون كيس بلاستيكي صغير كانت به بقية من مسحوق رمادي. كان الكيس يحمل أثر بصمة لرضواني، ولم تكن عليه آثار بصمات أخرى. لاحقا قالت نتيجة التحليل المخبري إن ما في الكيس سم الأرملة السوداء، تلك العنكبوت القاتلة. كل الأدلة كانت تثبت أن رضواني في تلك الليلة أراد الانتقام من عبد الحميد الصبار بقتله، ومن حنان بأن يلصق بها التهمة. لما أحاط به المحققون كان عليه أن يحكي التفاصيل، وقد حكى. تم تقديمه إلى النيابة العامة بتهمة تسميم قائد الطائرة وقتله وتهديد حياة الركاب. ملفات بوليسية.